حق الوطن الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد. فإن حب الوطن فطرة إنسانية جليلة وقيمة دينية عظيمة، وقد جسد نبينا صلى الله عليه وسلم معنى الحب والوفاء للوطن حين أخرجه قومه من مكة المكرمة فخاطبها قائلا: "ما أطيبك من بلدة وأحبك إليّ" ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك على ان حب الوطن يقتضي احترام علمه ونشيده وسائر مقوماته والحفاظ على امنه وامانه واستقراره ومما لا شك فيه ان حب الوطن لا ينحصر في مجرد كلمات تقال او شعارات ترفع انما هو سلوك وتضحيات وحقوق تؤدى من اعلاها واشرفها التضحيه في سبيل حمايته فالوطن احد الكليات الست التي احاطها الشرع الحنيف بسياجات عظيمه من الحفظ والصيانه وحمايه الاوطان من صميم مقاصد الاديان وتعد التضحيه بالنفس اعلى مراتب التضحيه حيث يقول الحق سبحانه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ويقول سبحانه والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم حراس الوطن وحماته الذين يضحون بانفسهم دفاعا عنه ببشريات عظيمه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بليله افضل من ليله القدر حارس الحرس في ارض خوف لعله الا يرجع الى اهله، كما ان الوطنيه الحقيقيه تقتضي المشاركه باخلاص في بناء الوطن من خلال اتقان العمل وجوده الانتاج. بما يؤدي إلى تقدم الوطن وازدهاره، فإن ديننا الحنيف لا يطلب من الناس مجرد العمل، إنما يطلب إتقانه وإحسانه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وقد قالوا اذا اردت ان تعرف وفاء الرجل واصالته ونبله وشهامته فانظر الى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه اليه وعمله لاجله ومن حق الوطن على ابنائه التكافل والتراحم فيما بينهم حتى تسود المحبه والموده ويعيش المجتمع كله حياه امنه مستقره حيث يقول الحق سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك أن من آكل حقوق الوطن تعزيز قيم الولاء والإنتماء وتعميق الشعور بالمسؤولية تجاه المال العام والمرافق العامة، وعدم فعل ما يضر بأبناء الوطن من الخيانة أو الغش أو الاحتكار أو الاستغلال، لذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك الأدواء الخطيرة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ ويقول صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من, من النار يوم القيامه على اننا نؤكد ان المتاجرين بازمات الوطن كسبهم خبيث ممحوق البركه في الدنيا والاخره حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه ويقول صلى الله عليه وسلم من كسب مالا حراما فاعتق منه ووصل رحمه كان ذلك اصرا عليه فما احوجنا الى القيام بحق الوطن فالوطن لكل ابنائه وهو بهم وبجهدهم وعرقهم جميعا كل في مجاله وميدانه الجندي والشرطي في حفاظهما على أمن الوطن وأمانه والطبيب في مشفاه والفلاح في حقله والعامل في مصنعه والطالب باجتهاده في تحصيل العلم وهكذا في سائر الصنائع والحرف والواجبات حيث يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالم